بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحت العنوان Adding and Editing States كترتيب منطقي. بعد ما تكلمنا عن التايم لاين المفروض نتكلم عن الستيتس، والستيتس ديت عبارة عن حالات مختلفة للأوبجكتس المختلفة. طيب إيه القصة؟ حاضر، ما فيش مشاكل. خلونا مثلا نعلم على أوبجكت يا جماعة، وهو البوتون ده. البوتون ده هي كل اوبجكت بيبقى ليه مجموعه مختلفه من الستيتس، كما ان انت ممكن تعمل كرييشن للستيتس از يو سو كما انت عايز يعني. طيب عند الانتر اكتف اوبجكتس زي البوتون مثلا، عندي مجموعه من الستيتس المختلفه زي النورمال والهوفر لما بتعمل هوفر عليه، داون لما بتكليك عليه، فيزيتد لما تزوره وترجع له تاني، ديسيبل لما يكون مش متنشط مثلا. خلوني نقول الحاله بتاع الديسيبل ده بيكون شكلها كده، وانت بتبتدي تمشي هو بيبتدي يغير لك على القصه ديت. طب لو انت يعني عايز تعمل اديت لستيتس معينه، جاست يا دبل كليك يا اما تضغط اديت ستيت. لما بتبتدي تضغط على اديت الستيتس بيقول لك اه انا جاهز، هبتدي اعمل لك اللي انت عايزه. لو انا يا جماعه ضغطت دبل كليك على كلمه تعريف الماده ديت وراح فاتح لي قائمه فورمات وعملت اي تشينجز فيها، عملت اي تغيير فيها، تمام الكلام اتطبق طبعا على الكل وما اتطبقش على سلايد لوحدها. لو انا عملت كنترول، الفرق ما بين القصه ديت اني انا بطبق على كل الشيء. طب لو انا عملت كنترول زد يا جماعه وقلت له دان اديتنج، خلاص انا عدلت شغلي ورحت ضغط دبل كليك بس على نورمال، يعني واقف على نورمال بس ورحت مختار ستايل معين. المشكله ان الحاله نورمال في الحاله نفسها بيطبقها لي على الكل. طيب خليني اكون موجود على هوفر كده ودبل كليك عليها وحاولت ستايل، هيبتدي يستايل لي على على الهوفر بس. يعني انا ممكن اغير في الستيتس بتاعت كل واحده لون لي. اه لو انا مثلا رحت على داون وضغطت دبل كليك عليها هي ورحت اخترت مثلا ستايل معين ولنفرض الستايل ده على سبيل المثال، يعني يبقى الكلام ده على عندي نورمال وعندي هوفر وعندي داون. يبقى لو انا عملت بريفيو للسلايد ديت عندي ثلاث ستيتس مختلفه على البوتن اللي انا كنت واقف عليه. الحالات ديت بتدي لك سنس اوف ايه القصه بتاعت لما تحسب ان في حاجه غريبه في المشهد. اه انا كده في الهوفر اللون بيتغير، لو انا عملت كليك عليه طبعا هتاخد الحاله التالتة يا جماعة. تمام كده عندي ثلاث حالات، نورمال وهوفر وداون. دولت الفرق ما بين الستيتس المختلفة للعناصر المختلفة. دي القصة بتاعت الستيتس يا جماعة. طيب شباب، لو انا كنت عايز بس يعني استخدم القصة بجانب تاني، يعني الستيتس سي انا عايز اضيف بس بنقط تانية بسيطة ان شاء الله. بمنتهى البساطة تبتدي تضغط على ايديت ستيتس وممكن تضيف حالة جديدة من انت تضغط على نيو ستيت. من نيو ستيت بتبتدي تدي لك قائمة الستيتس المتاحة للاوبجكت ده يا جماعة عشان ده بوتون. طب دراج اوفر بتسحبه، دراج كوركت ودراج انكوركت ده خاصين بالستيت اللي انا واقف عليه. كمان انت ممكن تعمل له دوبليكيت وممكن تعمل له كوبي ديليت، طبعا تكون عامل سيلكشن شورت طبعا، وده قدام لو انت كنت عايز تظهر الاوبجكت بتاعك. طبعا تخلي الخلفيه ديم وتخلي الخلفيه رماديه شويه يعني، او ايه مش او بحته شويه. تمام ده الجانب اللي هو كان خاص بالايديتنج. طب خلونا نقول لا المشهد كده من زاويه مختلفه. لو انا عملت نيو سلايد وبلانك سلايد والمره دي انا اضيف كاركتر يا جماعه، اروح لقائمه انسيرت واقول له كاركتر، المره دي طبعا الستريتد كاركتر، واختار مثلا في مال 3 اور يعني انا هدور على الاكسبريشنز يا جماعه. الشاهد ان الواحد عايز لو انا قلت اكسبريشن مثلا ومعايا هابي، اوكي تمام ادي انسرت، والافتراضي بتاعه ان هو يكون هابي. لو انا قلت له والله لا القصه بقت اديت ستيتس وانا عايز اضيف ستيتس ثانيه، هيقول لي اه لا انت عندك كاركتر، فطب ماشي عندك دولت كل قائمه الستيتس المتاحه لي. ممكن يكون انجري فيروح يضيف لك اه انت عايزها، خلاص ماشي اوكي كده ضاف لي ستيت اسمها انجري. يبقى انا كده عندي اتنين ستيتس. تمام يا جماعه ده الجانب. الجانب الثاني ان انت طب بتضيف، وانت عرفت القصه بتاعت انكم تعمل دبل كيت، ممكن تعمل ديليت، ممكن تبتدي تعمل ريسيت للستيتس لو الافتراضي قدام بتعمل ايه، وانت بتحاول تمنتج على ايه يعني. ديت القصه انت عندك انجري فهو بيقول لك إيه انت بتحاول تمنتج على ايه بالظبط. تمام بعد ما خلصت تبتدي تقول له دان، خلاص اوكي تمام كده. الكلام ده انت ممكن تعمله بروجرامنج يا جماعه بمنتهى البساطه بالاستخدام التريجرز. يعني لو انا قلت مثلا ادي معايا ادي اول بوتون، والبوتون ده يا جماعه انا هعمل له بروجرامنج علشان لما نضغط عليه يحولني من الستيت لستيت تاني بمنتهى البساطه. اه فهمناها. طيب خليني اجيبه كده من تحت شويه.
وهفتح التريجرز بتوعي اقول والله ادت اه كده ادت تريجر. التريجر بتاعي بيكون عباره عن تشينج ستيت اوف غير لي حاله مين الكاركتر واحد، هي كانت من نورمال لاي حاله تانية، ولنفرض الحاله اللي انا كنت ضفتها كانت عباره عن ايه مش متذكر، خلوني طيب اقول له كانسل وارجع للستيتس بس على الاوبجكت من نورمال لانجري نفس القصه تمام، اقول له اد تريجر يبقى تشينج ستيت اوف الكاركتر واحد من نورمال علشان تكون مثلا انجري الستيتس اللي من تحت لو في الاكسبريشنز لما اليوزر يكليك بوتون واحد بمنتهى البساطه. لو انا عملت بريفيو للسلايد او خلينا نقول للسلايد ديت بس، يبقى لما اليوزر يضغط على البوتون الستيت بتاعتك راح تتحول من حاله لحاله، ده اسمه البروجرامنج او انت بتحاول تعمل تريجرنج لمين للستيتس دي. طبعا كل اوبجكت تجمع عليه مجموعه من الستيتس، الستيتس ديت مختلفه على حسب الاوبجكت اللي انت بتدرجه، لو انت كنت بتدرج كاركترز فاللي بيتضاف الاكسبريشنز، لو انت كنت بتدرج اي اوبجكت تاني كل شيء بيكون موجود زيه زي بقيه الاوبجكتس المختلفه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.